عمل سلف وفرحة. ايه ايه خدعنا بيجي الشاطر جعب بيجي. خلينا نسمع كمان من جواب وتلو تبيهات جبوتي لكم ناخذ تبيهات من ضابو. حلوة، أنا أول مرة أسمع فيها. حلو كثير. أكيد طبعاً. اليوم نحن عملنا نشاط للأطفال، يعتبر هذا النشاط الثاني لأننا نحن كشبكة تأسو الإخبارية ومقهى بندروك. كان هدفنا الأساسي من هذا النشاط أنه نزيد الوعي عند الأطفال ونرسخ فكر المطالعة وفكر الدراسة عندهم. طبعاً النشاط تضمن عدة فقرات، منها فقرة مسرح الدمى. كان في عنا حكايتين أو قصتين، واحدة باللغة العربية والثانية باللغة الكردية. كمان كان في عنا فقرة اللقاء مع كاتب الأستاذ عباس من مقهى بندروك. حكى شوي عن أهمية القصص وعن أهمية الكتابة، وتناقش هو بالأطفال، وكان في عدة أسئلة حول هذا الموضوع. بالإضافة لأنه نحن استمعنا للأغنية هادفة، كمان كانت بتحكي عن التعليم وعن الدراسة. النشاط تضمن 10 أطفال تراوحت أعمارهم من 10 لل 12 سنة. كانوا من مختلف المكونات، كانوا عرب وكرد، شاركوا بهذا النشاط، نجحوا بمسابقة. هذا كل شيء صار معه بس لأنه اهتم بدراسته، وكمان طمح شوي إنه يصير في عنده خبرة، يصير في عنده معلومات، يصير في مع بعض. الأستاذ عباس في كتب للصغار، هذول قسم للاطفال، وكمان في جناح للاطفال. في يروف چالاکیا ها هبشی به توره آسو اف چالاکیا ها جبوی زارو کا ارمانج جوی چالاکیا ها گوم کاربن بهل زارو بهتر نزی خوندنی بن د بشکی د مجوار بحثا چیرو کی کر جداهید نابرا چیرو کو چیرو کایان ویسکی ویا تی گوتن یا دفکی مخست زارو کار بیشم به نویساندن پیشروج چاوایا که او چاوا کارن به نویسکار ولو کرتایی مجوار بحث کر گو نویساندن خیال تی ده هیا جداهیا ویج ج راستی گو خیال تی ده هیا سر وی کشتغلین دمک کرت مخستم وی فکرها بگین زارو کار. سما ده چه عجبان دوا دوا چی رو کرد شد دوا نشاط آتا چه عجبان وی حوالی اونا ای کوچک بعد یار استفاده نو دراسه لازم ندرس و ندرس و في وقت للعب كمان. واحد اثنين ثلاثة.